أعظم من يعلمنا النظام اليوم هو إمام الحرم. أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. تجد أنه بمجرد انتهاء إقامة الصلاة استقيموا، الناس منتظمة بشكل هندسي، الكل ينتظر أن يقف بين يدي الله عز وجل. ركوعنا واحد، قيامنا واحد، سجودنا واحد، كلها محددة بأوقات وأفعال متشاركين جميعا فيها. هذا اليوم يحدد لنا مبدأ النظام ويعلمنا مبدأ النظام. اليوم مبدأ النظام الذي خوطبنا به نحن أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يجب أن يفعل هذا النظام في جميع مناحي مجتمعاتنا. المصيبة الكبيرة التي بليت بها الأمم في مسألة النظام ليست القضية في عدم اعترافنا بالنظام، لأنه نحن بعض الأحيان نعترف بالنظام ونعترف أنه يوجد نظام، لكن المشكلة أننا حينما لا نقتنع بالنظام لا نقوم بتطبيق هذا النظام تحت حجة أننا غير مقتنعين بالنظام. وكان سقراط يقول أنه يجب علينا أن نطبق النظام سواء كنا مقتنعين أو غير مقتنعين.